فقضية ضبط الأولويات في المرجعية عندنا وإقامتها على قاعدة صحيحة وصلبة من معتقد صحيح سليم ومنظومة قيم متناغمة منسجمة مع المرجعية الإسلامية تفرض علينا أن نضبط مجموعة من الأولويات بعجالة حتى لا نطيل عليكم لأننا فقد أطلنا إن شاء الله تعالى. هذه نذكرها في 3 أو 4 دقائق ونختم. المسألة الأولى أن تكون أولويتك الأولى هي الله عز وجل قبل ما تدير أي حاجة. لما كان نقولش أنا غادي نتحولوا الملائكة، لكن اللي حطوا الأولوية ديالهم الأولى هي الله سبحانه وتعالى، أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما موطن في القرآن الكريم لاعتبار أنهم هم المتقون، لأن التقوى هي فعل الطاعات والاجتناب المحرمات على أشمل وأكثر التعريفات اختصارا للتقوى. إن اطلقت التقوى مع البر في سياق واحد، ذكر بعض أهل التفسير أن البر ينصرف في هذه الحالة إلى فعل الطاعات، والتقوى تنصرف إلى ترك المنكرات والمعصيات والمعاصي. لكن إن ذكرت التقوى يعني مفردة في سياقها فتجمع المعنيين معا. قضية التقوى هذه الله عز وجل وهو يثني على المتقين، يعني المتقين هم الناس الذين قدموا أمر الله عز وجل على جميع الأوامر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا من هم؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الله عز وجل ما أنكر علينا أن نحب هؤلاء، لكن أنكر علينا سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاب مقدمة على محبة الله عز وجل ورسوله. لما كنقولوش الناس ما تحبوش عيالاتكم، كنقولوش عيالاتكم ما تحبوش رجالاتكم، اللي ما حبيتوش بعضياتكم اللي غتزيد هاد القضية. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. يا رسول الله إني أحب فلان، أأعلمته؟ اذهب إليه فأعلمه. واش ما تبقاش القضية قاصرة خاصة بذاك الصحابي؟ من أحب منكم أخاه فليعلم. أحبك الله حبيبي، أحبك الله، نسأل الله عز وجل يسترنا ولا يضحنا، أحبك الله وبارك فيك ونفعك ونفع بك. ف يعني والله لو لم نحصل من الله المستعان، الله المستعان، يعني لو لم نحصل من هذا المجلس إلا أن نحقق المحبة في الله عز وجل، والله لكانت كافية. صح. هذه كتصفقوا عليها الله يهديكم. فقلنا يعني ما حد شاهد انه قال له من 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 احب اخاه فليعلمه، وهذا غير من باب الاشاره، فهذه يعني تحمل على الرجال فيما بينهم وتحمل على النساء فيما بينهم فيما بينهن. فالله يجزيكم بخير داكشي ديال اخي في الله احبك في الله، بارك منك شيء، الله يجزيكم بخير. والله ما فتح على المسلمين والمسلمات إلا بابا من الويلات. أحبك في الله، أحبك الله دي أحبتني فيه، الله زعما المحبة سيطر لك ودينا الناس. لا ما تقول لا أحبك في الله ولا يحزنون صافي، سميتو شي حالة دعي معاه. وتفكري في السجود دعي معاه، لا ديك هذا الطنز دعي كريدي أحبك في الله. لا حيت ما تسقوش عاوتاني على هذا، الله يهديك بارك بارك عاد الفرن في سقوم خلنا ساكت. فقلنا يعني هذه منظومة ديال المحبة، لكن منظومة المحبة ملي كتكون قائمة على، حتى نستلهم من عنوان المحاضرة ولا يغيب عنا، ملي كتكون منظومة المحبة يعني مهندسة بشكل جيد يقدم فيها حب الله عز وجل ابتداء ويأتي الباقي بعده، يأتي الباقي بالتبع.